من الأمور العظيمة التي ينبغي أن تكون عليها الأسرة أن تقوم الأسرة على منهج عظيم بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى. هذا المنهج أيها الإخوة ينبغي أن نتعامل به مع الناس جميعاً، ونحن في الأسرة إليه أحوج. الله عز وجل قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو فاقبل من أسرتك ما تطيق، ولا تكلفها ما لا تطيق، اقبل القليل، وإذا وقع خطأ فتجاوز عنه واسمح، ولا تقف مع الزلات، ولا تدقق في الكلمات، وإنما تعامل بالخيرات. خذ العفو وأمر بالعرف، فإذا وقع خطأ فعالجه بالعرف، أؤمر بكل خلق جميل. عالج الأخطاء في الأسرة بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، وأعرض عن الجاهلين فلا تكن منهم. قال العلماء: هذا منهج حتى في تعاملك مع أصحابك. إذا صاحبت الأخيار فخذ العفو منهم، واقبل ما يطيقون، ولا تكلفهم فوق ما يطيقون، واعف عن الزلات، ولا تقف عند الغلطات، ولا تدقق في الكلمات. ونحن في الأسرة يا إخوة بحاجة لهذا. لماذا؟ لأن العرب تقول: الألفة تذهب الكلفة، والأسرة متآلفة فلا يدقق أفرادها في الكلمات، فقد تظهر كلمة تند كلمة. فينبغي على الإنسان أن يعامل بهذا المنهج الرباني العظيم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهناك كلمة بديعة سمعتها من أحد علمائنا، فيها استئناس بديع، يقول: الفرد منا في الأسرة ينبغي إذا أصابته سراء أن يشكر، وإذا أصابته ضراء أن يصبر، كما هو حال المؤمن في أقدار الله. إذا كان في أسرته إن أصابته سراء من الأسرة شكر فأثنى على صاحب السراء ومدحه، وربما أهدى إليه وأبدى خيره وأبدى سروره، فلا يسكت إذا حصل تصرف طيب من الأسرة. وإذا أصابته ضراء صبر عليها ولم يفرق الأسرة من أجلها.